فوائد الخبيزة الصحية. اشتهر استخدام نبتة الخبيزة في الكثير من الدول العربية، إذ استخدمت منذ القدم أيضا في مجال الطب البديل. فماذا تعرف عن فوائدها؟ تتواجد هذه النبتة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم تصديرها إلى العديد من الدول الأجنبية بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة. يتم استخدام نبتة الخبيزة بطرق مختلفة، فالبعض يقوم بطهيها وتناولها، وآخرين يستخلصون زيتها ويستخدمونه في الطب البديل، كما من الممكن إضافتها إلى الشاي. وعلى الرغم من تعدد استخداماتها، إلا أن فوائدها واحدة وتشتمل على ما يلي: أولاً، المساهمة في علاج الألم. تعتبر هذه من أكثر الفوائد الخبيزة شيوعاً، وبالأخص في حال استخدامها بشكل موضعي. إن كنت مصاباً بجروح في الجلد أو إصابات، من الممكن وضع أوراق الخبيزة على شكل كمادات على المنطقة المصابة. فالمواد الموجودة داخل الأوراق تساعد في التخلص من الألم وتسريع فترة الشفاء. جدير بالذكر أن سيقان نبتة الخبيزة تحتوي على مادة لزجة تشبه الصمغ، وهي التي تستخدم لتحقيق هذه الفائدة. ثانيا، تعزيز صحة الجهاز المناعي. تعمل نبتة الخبيزة على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته من خلال خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن تحقيق ذلك سواء من خلال استخدامها على الجروح كما ذكرنا سابقا، وبالتالي حمايتها من الإصابة بالالتهاب، أو عن طريق تناولها وتقوية الجهاز المناعي من الداخل. نبتة الخبيزة أيضا تعد مضادة للالتهاب. لا تستخدم نبتة الخبيزة على الجروح فقط، بل إن أصبت بلدغة ما أو كدمة أو طفح جلدي أو أي مشاكل جلدية أخرى، يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب. المغذيات الموجودة في نبتة الخبيزة تجعل لها خصائص مضادة للالتهاب والتورم. محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي. هل تعاني من احتقان في الصدر أو مشاكل في الجهاز التنفسي؟ قد يكون استخدام الخبيزة جيدا في هذه الحالات. تساعد الخبيزة في التخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، ونتيجة لخصائصها المضادة للالتهاب تعمل على إرخاء الحنجرة وتسريع عملية الشفاء أيضا. مكافحة الشيخوخة وإبطائها. إن كنت قلقا حول آثار وعلامات الشيخوخة التي من الممكن أن تصيب بشرتك، فتناول الخبيزة من شأنها أن يساعد في تأخيرها أو إبطائها قدر المستطاع. تحتوي نبتة الخبيزة على خصائص تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين في الوجه، وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد المزعجة. من الممكن استخدام زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة أيضا. علاج مشاكل الهضم. تعمل الخبيزة كمولين يساعد في تسريع عملية حركة الأمعاء وتخليصك من مشاكل عسر الهضم والإمساك عند الإصابة بها. بإمكانك الحصول على مشروب من الخبيزة الذي يساعدك في تحقيق هذه الفائدة، مع مراعاة عدم تناول كمية كبيرة منه. حل مشاكل النوم. كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل النوم، لكن استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخائه. تتمتع النبتة بخصائص تساعد الجسم على الاسترخاء، ومع وجود البيئة المناسبة للنوم ستساهم في خلودك للنوم بشكل سريع. إن كنت تتناول أي أدوية أو تعاني من مشكلة صحية ما، من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول الخبيزة، فقد تتفاعل مع بعض الأدوية مسببة آثار جانبية مختلفة.